مهما كان منزلك نظيفاً وأنيقاً، فإن تشابك الأسلاك الكهربائية في غرف المنزل قد تتسبب في منظر غير أنيق، كما أنها ليست آمنة على الأطفال، لذلك فلابد من إخفاء الأسلاك الكهربائية بشكل جيد. كل منزل يحتوي على الكثير من الأجهزة الكهربائية، وفي كثير من الأحيان توضع الأجهزة في أماكن بعيدة عن مصادر وأزرار الكهرباء، مما يجعل العائلة تضطر للبحث عن توصيلات من الأسلاك سواء كانت موجودة على أرضية الغرفة أو كانت موجودة على جدران المنزل. وبالطبع فإن تلك الأسلاك تشوه مظهر ديكور المنزل، كما أن تلك الأسلاك عندما تتشابك يمكن أن تتلف سريعاً، بالإضافة إلى تكوين الكثير من الغبار حولها، ناهيك عن خطورة تلك الأسلاك على الأطفال الصغار. ولذلك فكان لابد من وجود حلول وأفكار لفك تشابك الأسلاك وإخفائها تماماً. في البداية يجب إيقاف وإلغاء جميع التوصيلات الخاصة بالأجهزة الكهربائية، ثم القيام بإزالة الغبار الموجود حولها، وبعدها يمكنك إحضار علاقات وماسكات الورق البلاستيكية، أو يمكنك استخدام الحبال اللولبية، وبعدها تحديد طرف واحد من الأسلاك ثم فض تشابكه مع باقي الأسلاك. ومن الممكن لصق شريط مكتوب عليه اسم الجهاز الخاص لكل واحد من أطراف السلك، وإذا كان هناك في غرفة واحدة أكثر من جهاز كهربائي وكلهم موجودين في مكان واحد، فبالإمكان تجميع الأسلاك مع بعضها عن طريق استخدام ماسك الأوراق. وإذا كانت الأسلاك الكهربائية طويلة، فمن الممكن استخدام أكثر من ماسكة أوراق لضمان إخفاء الأسلاك الكهربائية.